السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة أم إسلام أحمد. اليوم جيت نشارك معكم وصفة جديدة، وصفة ديال بديل الشوكولا للدهن. كيف كتشوفوا هذه هي القوام ديالها، كتجي بنينة ومكونات سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تجربوها وتردوا عليا. نتمنى إن شاء الله تعجبكم. ندوزوا إن شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال الشوكولا ديالنا. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو المقادير ديالنا. عندي هنايا كاس من السكر حبيبات كيف كتشوفوا، كاس ديال الحليب العادي، كاس من بودرة الكاكاو الحلو، كاس ديال الزيت نباتية، 50 غرام من الشوكولاتة الدائبة ديال الحلويات، قبصة ديال الملحة، شوية ديال الملحة، قبصة صغيرة ديال الملحة. هادو هما المقادير ديالنا، وندوزو ان شاء الله نشوفو طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو الطريقة ديال التحضير. كنجيبو السكر ديالنا كنوضعو في خلاط كهربائي، كنضيفو عليه الحليب والبودرة ديالنا ديال الكاكاو، قبصة ديال الملحة، والشوكولاتة ديالنا الدائبة، كنخلطو هاد المقادير مزيان حتى كينسجمو مع بعضهم لمدة ديال 3 دقايق، عاد كنضيفو الزيت شوية بشوية. بعد ما طحنت الخليط ديالي مزيان، غادي نشوفو القوام ديالو كيفاش كيجي. هاهو بدا كيعقد، باقي ما تقلش مزيان، وإنما بدا كيعقد. كنغطيو الخلاط ديالنا وكنحيدو له هاد الغطاية هادي اللي من الوسط، كنجيبو الزيت ديالنا كنبقاو نطلعو الزيت شوية بشوية بحال الطريقة ديال المايونيز، معلقة بمعلقة، والخليط ديالنا كيتخدم بالخلاط. أنا غادي ندوز إن شاء الله نخلطو، بغيت نخدمو معاكم وإنما الصداع ديال الماكينة. غادي ندوز إن شاء الله نخلط الخليط ديالي وندوز نشوفو الشكل النهائي. كيف قلتكم غتبقاو تزيدو الزيت معلقه بمعلقه. شوفوا من بعد ما وجد الخليط ديالي ديال الشوكولاته ديالنا، كنجيبوا قرعه ديال الزاج كنخويوه فيها. واخا تشوفوا القوام ديالو باقي خفيف، راه باقي غادي يرتاح في الثلاجه لمده ساعتين، عاد كيعطينا القوام اللي بغينا. ها هو كيف كتشوفوا القوام ديالو شويه باقي خفيف. دابا غادي ندخلوه الثلاجه لمده ساعتين، نغطيو عليه، دخلوا الثلاجه لمده ساعتين، عاد كيعطينا القوام اللي بغينا. الشوكولا ديالي ديال الدهن ها هي من بعد ما ارتحت، كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديالها، خليتها ساعتين ترتاح. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي لذيذه وكتجيب مذاق رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وما تنساونيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا، السلام عليكم.